إذن هاي السيستم بدينا نشرحه امبارح بالنسبة للوين تيرباين. لاحظوا هذا ما في أي باور إلكترونيكس، هذا هون عندي بس وين تيرباين موجود هون. هلا بنطلع داخل هذا الوين تيرباين، وزي ما راجعنا امبارح حكينا هون في عندي ثلاث خطوط 3 فيز. الثري فيز من هون جاي من خلال الترانسفورمر، ترانسفورمر ستار ستار، البرايمري ستار والسكندري ستار، وميزنا بينهم عملنا كابيتال A كابيتال B كابيتال C سمول A سمول B سمول C، بس عشان ابين لنفسي انه هذا هو البرايمري او هذا الهاي فولتج سايد هذا اللو فولتج سايد. انا عندي هون 25 كي في لاين فولتج، لاين فولتج 25 كي في لاين فولتج ثري فيز، وهذا هون اظن بنزل له. هلا بنتاكد منه، اظن هذا 6 كي في. هذا عندي هذا بيمثل الجريد 3 فيز سورس 25 كي في، وانا اي شيء هون بداخل هذا، طبعا هذا شيء ضخم جدا الجريد، بس احنا بسطناه هون ب 3 فيز فولتج سورس. لاحظوا احنا مستعملين شغله مهمه سيتنج، هذا هو اسمه الجي او اي، الباور جي او اي. الباور جي او اي هو انترفيس بقدر احدد منه كيف بعمل رننج للسيمولينج فايلز. اذا انا بحطه فيزر، الفيزر بسهل علي بقدر اعمل سيميليشن لفترات طويله وما ياخذني وقت كثير. البديل اني اعمل كونتينوس او ديسكريت. ففي 3 مودز لهذا، في مود فيزر بس هذا ما بعطيني نقاط كثير، بعطيني يعني دقه اقل. ممكن اخذ كونتينوس ممكن اعمل ديسكريت، والديسكريت بدي احط سامبل سايز فمثلا 5 تايمز 10 تو ذا ماينس 5 سكندز، يعني 50 مايكرو سكند مثلا. احنا راح نستعمل هون الفيزر، هذا اذا هون الجي او اي سيتنجز، جي او اي يعني جرافيكال يوزر انترفيس. فهذه مهم انك تتذكر لما تفتح الفايل وتشغله عشان تقدر تشغله لفتره منيحه وتاخذ ريزلتس بدون ما ياخذ فتره طويله ويعمل رننج. هاي مهم انك تحطها على الفيزر. كيف بحطها على الفيزر؟ شغلت الكاميرا من هون، بدخل على نفس الجي او اي، بعمل دبل كليك هي مش مبينه كثير عندكم من هون، بس خليني اول وحده اللي هي كونفيجر بارامترز. كونفيجر بارامترز من هون هيها فيزر، هي انا بختار هون فيزر. شو كانت الاوبشنز الثانيه اختارها؟ كونتينوس او ديسكريت. تاكد انك مش حاطط على الكونتينوس ديسكريت، اذا حطيت راح ياخذ فتره طويله للموديل حتى يعمل رننج. اوكي، فحطينا على الفيزر، ومهم جدا حددنا بالفيزر لازم احدد الفريكونسي. في الحاله هاي 60 راح اخليها على 60. اذا هاي من النقاط المهمه بالنسبه للجي او اي، هاي اللي هي الفيزر هون الجيو الباور جي او اي. هلا حكينا، بتتذكروا حكينا هذا السبب لهذا الثري فيز لود من هون عشان يعطيني رياكتيف باور. فخلينا نكتب بعض النقاط هاي اللي موجوده هون نلخصهم في الويند فايل. اللي استعملناه هون احنا اندكشن جنريتر، اللي هو فعليا هو سكويرل كيج اندكشن موتور جنريتر، بنرمز له بالرمز سكيم. او مثلا المحرك اللي عم نستخدمه هون هو اندكشن موتور، الاندكشن موتور سكويرل كيج اندكشن موتور. ما في باور الكترونكس مستعمل، اذا نو باور الكترونكس كونفرترز ار يوزد in this بوست. تمام، ممتاز. احنا هون مش مستخدمين اي باور الكترونيك كونفرترز. الموديل الثاني اللي راح نشوفه بكره بنستخدم فيه باور الكترونيك كونفرترز. لما ما استخدم باور الكترونيك كونفرترز هل في مشكله هارمونكس؟ لا. وين تيجي مشكله الهارمونكس؟ لما نضيف بكره الباور الكترونيك كونفرترز، راح نشوف ليش اضفنا. اذا هون عشان ما في عندي نو باور الكترونيك كونفرترز ار يوزد ان ذيس موديل، هلا هنس ذير از نو no problem of harmonics.
تمام واضحة هاي النقطة كمان حكينا هون لأنه as this is an لأنه induction generator شو بحتاج من الجريد؟ إيش بحتاج من الجريد لأنه induction generator؟ الرياكتيف reactive power. إذن as this is an induction generator it requires reactive power in k bar from the grid. وإيش رمزنا له بالرمز؟ q. هل باخده هو جنريتر ولا باخده هو موتور ولا بضل ياخده سواء كان موتور او جنريتر؟ اذا هون it draws reactive power when it is motoring and when it is generating. اوكي تمام هي هون بعض النقاط هاي. نرجع هون للسيكونس اللي حكينا عنه. اول ما بشغل السيستم صباحا هي هون اذا بتطلعوا على الويند سبيد اول ما بشغله قبل ما يمر فترة زمنية معينة قديش الويند سبيد انا حاططها؟ 5 0 اوكي ففي البداية السرعة بتكون 0 سرعة الرياح 0 بعد 6 ثواني او 6 تايم يونتس whatever the time unit is ايش بتحول بصير؟ 5 انا ما راح اخليها هلا 5 خلينا نحطه 12 او 14 راح احطه الان 14 الفاينل فاليو هو راح يتحول ل 14 متر بالثانية سرعة الرياح. إذا إحنا عندنا هون في step model هلا the wind speed initially is 0 meters per second. بهاي الحالة بكون بيشتغل كموتور. هلا after 6 seconds إيش بيصير؟ The wind speed rises to 14 meters per second. ايش بتحول؟ The system will operate as a generator. 6 seconds هاي اللي cut in صح؟ 6 seconds ايش مالها؟ cut in speed. لا 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 6 seconds انا كاني عملت simulation بالسيستم انه في البداية ما في ويند وبعدين فجأة اجت الويند. هلا اذا بدك تفحص انت ال cut in speed بدك كثير تغير هاي وتشوف هلا بنعمل امثلة عليها. لما يكون جنريتر ايش بيعمل؟ it feeds active power to the grid. مش هيك؟ ايش بيرمزها؟ p in watts. هلا اذا ما في هواء بيشتغل كموتور، بضل يشتغل كموتور، بلف وبيشتغل كموتور على الفاضي بس. هلا بفرجيك اياه، هلا بفرجيك. هلا لما كان هون موتور ايش بيعمل؟ هو بده ياخذ باور من الجريد. it draws active power from the grid in watts. خلينا نعمل سيف وخلينا نعمل run او خلينا نطلع اول شيء على السيتنجز تبعت هذا الموديل. هلا حتى ادخل بالتفصيل بالسيتنجز تبعت هذا الموديل بعمل دبل كليك على هذا. عملنا دبل كليك هلا طلعوا معي في هون تو سيتس اوف بارامترز في turbine داتا في جنريتر داتا. شو يعني شو الفرق بين هذول الاثنين بين التيرباين اي جزء والجنريتر اي جزء؟ اذا نطلع هو مكون من جزئين رئيسيين. شو الجزء الاساسي الاولي؟ ممتاز. التيرباين ايش بعتبره؟ الكتريكال ولا ميكانيكال؟ ميكانيكال. والجنريتر فكاني عمالي بقول هذا التيرباين هو مكون من جزئين. هذا الجير بوكس وهي هون برضو اعطاني ميكانيكال باور مش هيك؟ هاي ميكانيكال باور وهي ميكانيكال باور بس هذا سرعته عاليه الشافت وهذا سرعته منخفضه الشافت. على وين بروح هذا الميكانيكال اللي بدون؟ على الجنريتر. ايش حكينا نوع الجنريتر بالحاله هاي؟ ستار. لا هذا سكويرل كيج. سكويرل كيج ممتاز. اذا هذا بالحاله هاي هو سكيم او سكويرل كيج اندكشن موتور. سكويرل كيج هل انا ببدله ولا هو نفسه مرات بيشتغل كموتور مرات بيشتغل كجنريتر؟ تمام اوكي. اذا هو نفسه بيشتغل كموتور او كجنريتر. اذا فيش رياح راح يلف هو كانه موتور بس تبدا تشد سرعه الرياح وتزيد عن اي سرعه؟ كاتن سبيد راح يتحول الى جنريتر. هل في باور الكترونكس بتساعده؟ لا. كم سلك طالع منه؟ هاي هذا
او عفوا مش هذول مش مبينين معنا هم ورا هاي تمام. طلع عندي ثلاث اسئله. اذا انا بدي اعمل سيتنجز، اذا بدي احضر السيتنجز تبعت الميكانيكال بارت وين بروح هون؟ على التيربان. اذا بدي احضر السيتنجز تبعت الموتور وين بروح هون؟ على الجنريتر. خلينا نبدا بالتيربان. اذا بدنا نحط السيتنجز تبعت التيربان ناخذ التيربان هون. هاي التيربان تي 2 اي تو ذا 6 ايش هاي؟ 2 ميجا وات. هاي اللي هي الميكانيكال النومينال ميكانيكال باور تبعت الوين تيربان. طبعا هاي الاوتبوت الكتريكال باور مش الانبوت ميكانيكال باور. لازم الانبوت ميكانيكال باور تكون اعلى. هل بقدر احسب الانبوت ميكانيكال باور؟ هل عندي المعلومات الكافيه؟ تعرفوا الشيء الوحيد اللي ما عندي هو قطر البليد. مش حاكي لي شو قطر البليد. اوكي؟ البيس ويند سبيد، شو بتتوقعوا البيس ويند سبيد هاي؟ اللي عندها شو بصير؟ ريتد سبيد. ريتد سبيد، هاي 14 متر بير سكند. ماكسيمم باور ات بيس ويند. هلا في شيء اسمه البير يونت، هلا رح نحكي عن البير يونت. البير يونت بدل ما احكي ب 2 ميجا وات، لما بكون بحكي عن 2 ميجا وات بقول واحد. لما بقول عن 1 ميجا وات بحكي نص. فبحول اليونتس تبعت الباور بحولها لشيء اسمه بير يونت. بير يونت هي طريقة يعني احكي عن اليونتس او اعبر عن اليونتس بطريقة مختلفة. فعندنا هون بير يونت بنختصرها بي يو. فإذا عندي الباور الكتريكال تبعت الويند تيرباين بتساوي 2 ميجا وات، فلما اجي اقول مثلا باور بتساوي 1 ميجا وات هي نفسها نص بير يونت. إذا الباور كانت 2 ميجا وات هي نفسها 1 بير يونت. إذا الباور كانت نص ميجا وات شو بتكون؟ ربع بير يونت. هي بس طريقة جديدة للتعبير عن الباور. فبدال ما أحكي 1 ميجا وات 2 ميجا وات نص ميجا وات بحكي نص بير يونت 1 بير يونت. إيش البيس يونت اللي بقسم عليها عمالي؟ إيش القيمة اللي بقسم عليها اللي؟ عم بقسم 1 على 2 شو أعطتني؟ نص. 2 على 2 اعطتني 1. نص على 2 اعطتني ربع. لو كانت مثلا الباور 1.5 ميجا وات يكون عندي 0.75. هي بس طريقة مختلفة للتعبير عن الباور. فبنستعمل هون الهيريوم. هاي لاحظوا طلع النقطة مهمة. شو بقول لي هون؟ بقول لي ماكسيمم باور ات بيس ويند سبيد. شو يعني؟ عم بقول لي قديش كمية الباور اللي بنتجها اللي بطلعها الويند تيرباين لما يكون ماشي على ريتد سبيد. ايش الرقم اللي هون؟ هاي القصة بس هل هذا 1 ميجا وات ولا 1 بير يونت؟ بير يونت. بير يونت يعني قديش؟ 2 ميجا وات. اوكي؟ فهو بقول فهذه اذا بتتذكروا الكيرف تبع الباور وين احنا بنحكي عن اي نقطة؟ هاي النقطة اللي هون اللي هي لما يكون 14 متر بير سكند شو بيكون هون؟ 1 بير يونت اللي هو 2 ميجا وات. اوكي؟ ما مبين هون معنى الكاتين سبيد بس احنا بنقدر نلاقيها. شو بتخترع طريقة نعمل حتى نلاقي الكاتين سبيد؟ شو ممكن اعمل؟ بنجرب سرعات مختلفة، فبنحط سرعات مختلفة وبنشوف ايمتى بيبدا الباور يصير ايش؟ ايش لازم الباور يصير حتى اعرف انه صار جنريتر؟ سالب بصير موجب. بصير سالب مضبوط. بصير هو يرجع باور وعاده باخذ. فلما تكون موجبين بكون هو عماله باخذ باور من لما يتحول لجنريتر بيرجع باور للسيستم. فهلا بنشوفها بنجربها. هذه هون لها علاقه بالكنترول. هذا بي اي دي ما اخذت البي اي دي مر عليكم بي اي دي كنترولر. اوكي ما تهتم فيه. هذا البيتش انجل كنترولر. في كنترول سيستم بتغير في البيتش انجل بيتحكم في البيتش انجل داخليا. الماكسيمم بيتش انجل 45 درجه. فالبيتش انجل راح تبدا من زيرو وراح يضل يزيد هذا يوصل 45 بعدين خلص بطفي السيستم. وهذه السرعه تغير البيتش انجل 2 ديجريز بير سكند. ما راح يقدر يغير البيتش انجل لانه هذا السيستم ضخم البيتش انجل لما بده يتحرك ما بقدر اغيره اكثر من 2 ديجريز بير سكند. واضحه هاي؟ هذه ما تهتموا فيها هاي بس عشان لما نعمل الكاركترستكس تبعت الويند تيرباين. هاي النقطه واضحه؟ هذه هي اللي هي 2 ميجا وات او 3 ميجا وات او 4 ميجا وات. ريتد سبيد اللي هي هاي النقطه. فهذول النقطتين 2 و14 هم هاي النقطة على الباور كيرف.
وهون ربطنا بينهم بواحد، فقلنا لما اوصل الريتد سبيد بولد كامل الباور، بطلع كامل الباور المطلوبه. تمام واضح؟